وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار derrabe bawe ngetti jawmirawo teddudo bangido en torake mo be hinnaye mako o fonda en ha andina go andal latingal nafowal bodgal andal mangal rontina kuuɗe latiɗe boɗɗe gerdinanɗe mo jawmirawo men teddudo bangido boliɗe meɗen noccunotiri fi kitabi thalathati lusul wa adillatiha lil imam al mujaddidi muhammad ibn abd al wahab rahimahullah ان جبتك نها كونغول ماكو والدليل من السنه حديث جبريل المشهور هذا مساله جدارا عندي حديثه والتلم والتبدو والغول غول مودي السنه ما بيتري دفتر مودو ان بحديثه والمن وقد عني العلماء مودي ابو ككل نشره بحديثه والمن بتين دين هذا سير ميدن ارتو من سادي دمن مودي بيتناو بهذا الحديث تاليفا وشرحا daga wallafnaago do hadisewol man daga sharhugo hadisewol man boliɗe fotake be meɗen en jottake bo inda qawlihi fi lhadith akhbirni an issa'a akhbirni an issa'a qala ma almas'ulu anha bi'alama min assa'il haythu qal fa akhbirni an issa'a جبريل عليه الصلاة والسلام وجميع النبي جهم في تمني درغ الدارتو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله هاشرها نقول بوليد من وعلم جبرائيل وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هنا على حد سواء andal nelaaɗo allah ɓe andal jibril ha masala de darngal daroto ɗo kam andal man ngal fuu ngal fotan naam kanko ƴamɗo o yiɗi jawabu baw nannonaani akhbirni an ilislam qala an tashhada ila akhirihi arkan ilislam addadaha sall llahu alih wa sallam faqala akhbirni an iliman addada lahu arkan aliman lakin lamma wasala ila hadihi almasala allati yantahi ilmuha ila rabbina jalla jalaluhu waadma sultanuhu أن المسألة والمن كم له جاء جومرا والنبي جو أنان درغل درجو وكذلك جبريل وكذلك جميع الخلق تجبريل بأن النبي جو أن فمن باب أولى أن لا يعرف ذلك غيرهما قم تنم إكفو دونهما عليهما الصلاة والسلام دليل من شيخ محمد أمان الجامي زيادة في الشرح لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة ولا جبرائيل صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك تبدو بأن النبي جو أنداني قال دارتو جبريل بو أنداني قال دارتو لا شك يا إخواني الكلام عن الساعة كلام مهم جدا لكل مسلم ولكل عاقل لبيب ولوغدو درنقل ɗum hunde kimmiɗiniide ha kala julɗoɓe kala goɗɗo marɗo hakkilo fuu julɗo ɗon mari haaji siftorgo haala dargal falidalika jaa sual anha ya ihwani fi hada lhadith en cappiɓe bo dow ahammiyatu hada lhadith annahu yatanawalu ddina kulla bal dakarna anna ahla alilm qalu anna ddina yaduru ala hada lhadith dina ɗo taro ɗo hadisel ngolɗo falidalika ahlu sunna istambatu min hada lhadith usulan بنوا عليها دينهم وطريقتهم التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يمسون ككلني حديث والمن غادي نقول هذا دفتيج ما بين بينو الشرح نقول بينو غازينا بينو بيستا نقول بين غادي دينا ما بينو ما هي دوما نقول غاب النبي جوي اتاكم يعلمكم امر دينكم وهذا خلافا لاهل البدع يمسون دلوتي يم بدعه اسوندي
يمبي بيت أهكلا قم بهديسه ونقول له يا إخواني. فلذلك لا عجب ولا كايفي أن تروا أهل البدع في هذا الزمان وقبل هذا الزمان وإلى أن تقوم الساعة لا يهتمون بهذا الحديث ولا بأخواتها من الأحاديث بككل انتائر الهديث والنقول الذي يدور الدين كله دليل هم إنا قما قل نزل جبريل من السماء ونندني بصفة كعمر تندني إنها فتنم هديث والنقول فجاء ليعلم المسلمين أمره أمر دينهم. لكن العجب العجاب والعجب الذي لا يكاد ينتهي ولا يكاد ينقضي تجد أن أهل البدع لا يقيمون لهذا الحديث وزنا. يم بدا بككل أنت هديث يقول لهم من قال أنت أقول ما درج أبدا إنما يتكلمون في أصولهم البدعية لهم قول ودو أصلي جمع ببنين كيجدا التي ورثوها عن جهادهم إني من دوني بهايم بمجب فرنا ببدرين أجب عياذا بالله جل وعلا. فترى التيجانية يهتم بما ورثه عن المبتدع أحمد تيجاني الذي أحدث في دين الله جل وعلا ما ليس منه. فتراه أحدث تلك الأوراد وتلك الأذكار وتلك الصلوات وما إلى ذلك مما ليس له علاقة بدين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وترى كذلك التبليغية يهتم بما أصل له وليه الشيطاني محمد إلياس الضال الديوبني جاء بهذه الصفات السبعة أو الأصول السبعة عفوا بالصفات الستة أو الأصول الستة التي يدندن حولها أتباعه تركي بمرو دومن إتشوفني برتا كان جمجم دين غازين دومن دين مأوني كما قال الإمام تقي الدين الهلالي. فمن اتبعهم قوم تكي بدو صفة جمأ بأصل جمأ بدو أحبوه وأكرموه ونمون إناي توكاكي ديدين بيت أمأ بيدي بماذا يفعلون أبغضوه ولو كان أعلم علماء بلده ويكوبرا أندو مرق أن الهامود بأورو من فهم يبغضونه لأنهم أصلوا لبدعهم أصلا. فلذلك يا إخواني ترى الإخواني الضال كذلك يتبع أصول حسن البنا كذلك حسن البنا أصل لهم ذاك المبتدع الصوفي الحصافي يكبر طريق الحصافي الصوفية أصل لهم أصولا ولني بأسلج صفه عليها مدار دينهم عليها مدار عقيدتهم عليها مدار دعوتهم بفضل ما تلربتي في عدم الاهتمام بهذه الأحاديث يا إخوان. ولا سيما هذا الحديث العظيم حديث جبريل نم دين فود التار وهديسهم ولا تجد لبدعتهم ذكرا في هذا الدين أتوتا إنو ربدو أجمع يا هديسهم ونقول النبي جلمتي كوج مود هدينا النبي جلمتي ركنو جسلام جوي فرولاج كم جور أما النبي جوتي ركنو جوي مودي نم دوماج دينا مهدو النبي جوي قاتل اندي أكيلو بوتو سوغلانا غودي ولا نشوغلانا ريم غودي النبي جو ودي ركنو جي إيمانا كوجي جيغو. مع ذلك قال الإيمان بضع وسبعون شعبة. فأرشدنا إلى أن نهتم بهذه الستة نغم همي الراغو جيغو من يتنن إلى بضع وسبعين شعبة. ثم بعد ذلك كل درجة الإحسان ومراقبة الله جل وعلا أينو ألا هبتو ألا نتلت دوميدن وإن الكود أميدن فنستعد للساعة فنستعد للوقوف بين يدي ربنا جل جلاله وعظم سلطانه. انظروا حديث ونقول ونقول فامنر إن دين فو نجيدا ما فو ها ما يفو حديث ونقول ما قول. وكيف لأهل البدع مجتمعين أن يغفلوا عن هذا الحديث نيب بدع بنقدر تبدع بميتا لنقدتاهن نركو جغر دي حديث ويذكرون ذلك أصلا لأن بدعهم ليس للإسلام فيها نصيب يا إخوان. دول سيبي أتشكو جديد إن الله كوجه أفير بحثا عن ماذا؟ بحثا عن الإيمان الزائف برود أبيت إيمان جيوري برود أبيت السلام جيو فو ولا إيمان كوجه فو يا إخواني. فلذلك لابد أن يحذر كل مسلم ومسلمة يم بأندبو ودي فرق وكن بدو آجي بدين لابكا دين لابكا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف تردن هديث لهم أسرياء دينا عمر بن الخطاب ننقل في اللي ينقل
Abdullah ibn Umar naningulha ba amudun ibn Umar fillani ingul wa hakadha ila al-Bukhari ila man qabla Muhammad ibn Hanbal lakin din ahli al-bid'ah ya ikhwani muttafiqin ala adami al-ihtimam bi fahmi al-salaf ino putti bengalaje famu salaf al-kambe kambe be non mari goddo imma Ahmad Tijari aw Hasan al-Banna aw Sayyid Qutb aw Muhammad Ilyas هؤلاء يقرؤون القرآن ويفهمون القرآن بفهمهم هم بجنب آية بنغرتنا فهم مقي وهي بدعة يا إخواني فلا يرجعون لا إلى عمر بن الخطاب ولا إلى التابعين ولا إلى أئمة السلف رضوان الله عليهم ورحمهم ورحمهم أجمعين فهنا بحديث جديد جنبه لكبتة الفرق بين طريقة المرسلين وطريقة المشركين والمشركون هم أهل البدع يا إخواني لأنهم خالفوا طريق المرسلين لم بلوتي لاول نلاب بجئتي للاب كل لفت لاول نلاب فاختلفوا وتفرقوا شيعا وأحزاب أسأل الله برحمته أن يجنبنا هذه البدع ما ظهر منها وما بطن وأن يثبتنا وإياكم ووالدينا وذرياتنا على منهج سلف هذه الأمة إنه بر رحيم غفور ودود لأوليائه شيخ أمان الجامي الذي نومه وبدي شرحاً قوين حديثي والمن أودي أوي النبي جميل جبريل مؤخبرني عن أماراتها أمبتم لأننا من ألا ما جي درغاله ألا ما جي كو تشفتو درغال من قال بدك دراغو نغم نغل دروتو كم أن المن لا جبريل يعرفه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف هذا العلم وقد قرأنا الآيات حول هذه المسألة في الدرس السابق نر ألا ما جدرنقل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نليقو نلادو ألا من مل ألا من نر ألا ما جدرنقل كوالي لما النبي جوي كما صح عنه بعثت أنا والساعة كهاتين من ألا من بمقادا مبدرنقل بنقولي أم إليه فرفع الوسطى والصبابة وبنتي هوندو ماكو نوسا بوردلو وكتتي مبي هوندو ماكو شكارو شيخ محمد أمان الجامي بمودي بجوم أن تفسير حديثي والله دو وجه جديد فأصبكو دو مانا حديثي والله التفسير الأول إني سبقت الساعة كما تسبق الوسطى الصبابة بهذا المقدار من النبي جمعلا نيليام هرمون مئارتي darngal wadgo bana hondu chakarudo urdi hondu sapordu bi hada al miqdar annabi yusaffi akuli qoli didi du chakaru du sapordu fi miqdar baynahuma alaysa kadhalik yubani annabi jwada da bay darngal akuli ma ko bay darngal dhakara ahlul ilm fassaru bi hada wa tafsir akhar uri anna qiyam as sa'a lasiq bi mab'athi wa bi risalati darago darngal do ko heddi be neleki amin am to a forti koli ma didi ado do tawa nduro do mema nduro nelego annabijo do memi dira be darago darnga do mana dida bama annahuma mutajawirani mutalasiqan amma annabu en artube gam annabijo fad wodi annabijo godo don hakkude mako be darnga lesa ga dalik bayna isa be darago darnga muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalan lam yub'ath to kanjum o wi'a ummatore mako hakkune mako be dargal do wodi annabojo waran ni kana dargal kasiwa alaysa kadhalik wa kadhalika musa wa kadhalika ibrahim wa kadhalika amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam risalatuhu mulasiqatun bisaa neleki mako do heddi be darago dargal da yaki sam idan fussira alhadith bi hadha alwajh wa kilahuma lahumu wajhun fi fahmi hadha alhadith وبي حيث لا يوجد نبي بعده نقول ولا النبو جوارة باو ماكو كم كونو رغريجو النبوين معنى تيدا بدو بفرتين ارتاب بمعنى أرانا اوي كلاهما واحد والمؤدى واحد وهو قرب الساعة معنى جديد من فتح شاهدي نقول دلون جدتنها نتيجة قوتو درنالو داياكي بينليك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Jibril limtani muhado alamaji limlimnidi ko sapporto darngal padake darago to alamaji man gari darngal dayatako
وبقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ألا ما جريد والامتياد وإلا علامات الساعة كثيرة يا إخواني ألا ما جمود إشنتي ألا ما جريد فمري بمولي وفنر مود إشنتي فمري شكا شكا جي بمولي والمؤدى والمؤدى واحد إذا ودي ألا ما جنقي ودي ألا ما جي وجدت لندر مود لندر ودي ألا ما جي قد فير بود إغالي كنجي كم ألا ما جي سبو كنجو النبي جس نمتي حديثة والغوي تون درغل درتاكو حتى تروا عشر آيات تيتون داري ألا ما جي سبو النبي جو نمتي در ألا ما جي من ورتاكو مهدي ورتاكو دجال جفاكو النبي عيسى إنن بو النبي عيسى بعد ذلك بمبارة دجال وثم الدخان شركة وإلى أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جامرا وتجر وبنيل هو القرآن نزع المصاحف نزع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف جامرا وبنت دفتر وبنت بولي دماكو لديكونا بردهم بغورتا ولا لديكو مندنا دفتر وطاما بدي دفتر شوكو منك وطا إن الله يرفع كلامه سبحانه وتعالى سودك بكوسه ونحو ذلك من العلامات إلى ظهور ياجوج وما جوجا وإلى اللشن ولنانجي ورتو تخرج من قار عدن ييتي ورتو من قار عدن تضرر الناس إلى المحشر عدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات ونحن ذكرناها وشرحناها عند دراستنا لكتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل أنمر لهاجي بزدتاقه فليرجع إلى قناة الصراط المستقيم على التليجرام إذن هنا أهيني توري بيودق على ما جي إلي مدب من شرعني على ما جمن أوي هنا ذكر عليه الصلاة والسلام بعض الأمارات في هذا الحديث النبي جو لمتيا حديثة والنقول يوغا على ما جي تبطو دي دو بداغو درغل أوي على ما جمن بو ظهرت الآن تماما يعني النبي جو لمتيا دو إمبنجي وانقو ما جي بو تمدي بل ما يندنغورا يندنغي أدي وفي أن تلد الأمة ربتها قال الشيخ أمان الجامي اختلف أهل العلم وهو ينقل كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري يعني شرح صحيح البخاري وفي موتي بجمن أن لوريا تفسر جملة كالو كورتو دانيا جومون دو ومنو فايه بحال من موتي بلوريا تفسر بوليد من على سبعة أقوال دو كونغو دي جيدي دي ثيرة ثيرة لخصها الحافظ ابن حجر في الفتح في أربعة أقوال إمام حجر الله النومو ورمتني كونغو دي جيدي دي من غم قد إلو نستدر قد يورتني لكونغو دي ناي وارتضى منها معنى واحدا ويردي أصفتني لكونغو دي ناي من بو كونغو القوتل والذي يتبادر إلى أذهان الناس وي كياوتا نستير هكيلو جيب بتفسيرو بي ولد النبي جو أن تلد الأمة ربتها لو النبي جو ساويها لمن غدك أمرها جي كناية عن كثرة الفتوحات الإسلامية إسلام دو تمي ياغوها غور دايد إجهين زمن النبي جو جلد أمت مأتا غور أمت حتى يكثر التسري بن شواري هابت آدمين كتنا سلغ سلابي فكنو جنادي بننغن هرب بننغن matchwe yo horbe nangetebe do julde marabe be uda ha julde yatasarrawna bi ba'dihinna yani be chula wobbe man bi mana be garano dum en be ndayda be mudumen fa ulay tusamona aljawari bit tasarri fatalidu aljariyatu ibnan aw bintan kordo mako mo osuli odo warana dum do kanyum man danyana mo biddo gorko wala biddo debbo ingel gorgel ngel kordo dayatro ngel warta kangel man ngel jagordo dadamagel fatakunu fayakunu hadha alibn bimathabati sayyid laha gambingel kanar dimgel to ngel danyama ba magel ngel tokki amma dada ila al la tazalu ama umarado baba kanjum owili annahu ibn sayyidha ngam ingel man ngel warti ngel ingel mardo kordo man idha tasarra biha tu usulimu fa anjaba minha waladan hadha alwalad alladhi anjabahu as-sayyid min jariyatihi ingel danyangel ngel jagordo mardo kordo daydi be kordo mum ingel man kam ngel warta hurrun ngel dimel fa asbaha ngel warta ka annahu sayyidaha
كأنه سيدها بنجل جاغور دادا ماجل ما وي فأصبح المراد بالرب هنا السيد أن تلد الأمة ربتها أي سيدها وي ورت هذا نفاي بأن بيجوي كرد دايا جوم أي جاغور دمود وقال أن لفظة الرب تستعمل إذا كان المضاف في غير الله فتي كلمة رب من رب الدار رب البيت رب الأمة جوم ساري جوم شيد جومني فتي جومنا ولاثة إذا كان المراد به المخلوق ولكن لا تستعمل بدون إضافة إلا في حق الله أما الرب كم إلا في حق من؟ إلا في حق الله جل وعلا كنجم أوي ربتها جو كردن جوم إذا أضيف هذا ففسر بالسيد كمرا هاجي جاغور دماكو ديكانكو مريم وفي الشاهد ندام معناك أصفك وكم تكن أولي سن كتابك أدفتي أما ابن حجر الله النومو لم يرتضي ويرداك معناك وصكي ديكا كم دير كونغو إقرد يما وجيشنا معنا قال أوي العلامات التي يريد أن يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء الغريبة التي لا عهد للأولين بها وألام كأن بجويد سكن قهادو ألام لاتيك نركوج لاتي دي كده دي أنداك هاكو أرتي أن بجو سكن دمها سبنا بتدو ودي فوتو ودو إبمانا ولانو زمما لا عهد للأولين بها إلا معرفة لهم بها لم يشاهدوا ووجود التسري بالجواري والإنجاب منها شيء معلوم حتى في صدر الإسلام وبيتني إن تفسيرها لول من بيكو بيكم ثبتوا هند من دو هاني دلاتو ندو هند لاتي نهدري أما مرغو هربي ديدا بيمب إنو هند أنادي هفوت أم سلام حتى في صدر الإسلام إذا ما هو المعنى الغريب وإنو معنى كيلاتو معنى كدو halattina hala wal mandum alama der alama ji darago dargande de ko sappinta sanjago yakeji be handugo yakeji qala sahibul fathi ay ibn hajar rahimahullah owi dufaye man gam hala ji chakkidde ragare hado ibn hajar wi bolide mabbe de be chappido bolide man do de maninta bolide annabijo gam annabijo yidi wi go be hunde de be anda gam wi go non yimbe be mara horde mabbe be ndayda be mabbe kam na dum anda dum annabi jan bona be horde o marno ndaydu ko dayay ma o dayay be mahre ibrahim na ani laysa amran ghariban fi dhalika alwaqt annabi joyde a holla be kuje de ngaday ndano de tammi waru go to on gide ngadi ni dum alama der alama ji dargal o wi toni ha tafsiren hala wal man goli yada be sababu ko wadi annabi jo sakkini hala wal man haro kam وبها لمن تفسر أن يصاب الأولاد بالعقوق بكون تمي يدوغو ساري وبها معنى فامت الرحالة والمن إنجل ننتا بابا بكون ننتا دادا جمود من بكون غرطرة دادا جبا هرم بكون قرن روك مود من جو سارو ان مود من روك هذا هو المعنى المقصود مما يدل على سوء الأحوال جم درنجل درتاك وسيتو ياكي جي كلي كنجم أدي انت درنجل دراغو تو دليل من أوي معنى ذلك أن يصاب الأولاد بالعقوق فيستعمل الولد والدته إتهوت نرى جغ سارو ماكو دبو فيستخدمها ويهينها ويضربها ويسبها فتي أهوت نرى مو ودا دادا من هو نمو ودا دادا من وميري دندو وفيا دون فيجعلها كالجارية ألا رنين وورتنا دادا ماكو من بكردو والخادمة التي تعمل عنده بنقو هماكو وفي آخر الوقت رجر الزمن وجب أن يكثر العقوق ويكون الولد عاقا لوالدته بدلاتو جدو صاروا من دبو يبتتما أفيرو مهودا وارتنا صاروا ماكو ربنا كوركو ماكو وإن معنى له معنى من ابن حجر يردي واستحسنه كثيرا وعرض عن جميع المعاني ودوين دو معنى جلجلي التي ذكر أهل العلم عند هذا الحديث ألا ما إذا أن ترى الحفاة العراة العالة رياع الشاء يتطاولون في البنيان وفي وقت تم ورقه يمبرون برنون جيدا هكي ويجي بل ما بأهل بادية
ahlu badiyaro engala gurema kambe kambe do egga eggi eggi non eggobe non al ma'rufuna bil faqri wa su' al hal bende itita ma no kuje gote be do andora bo be lafere be hallugo haliji mabbe an al faqr wa su' al hal li darajati en jaha ma kos e choke non walla lumche man ma be ngalade be tembube walla be don nandi be tembube man wa fuqara laysa lahum fi shay'in min al hadara wa athar al ghina dum lafube bo mulla gan be ngala batte ma ha ferdube batte jaynitare o wi yati ala an nasi yawmun ala ulaik da yimbe marbe sifa lafere de do be sey do andugo ko dum ya kude dunya nyalde tammi wargo be do do be egga ladde mabbe de be goni ha mudum be dankon mabbe be tigguno be don no ngeda yatrukuna khiyamahum be egga dangde mabbe ha kaiweji wayabnuna alqusur fi mahalli alqiyam be nasta gure be faggo jawle be maha soroji be canjita dum be dangde be marnogo fayatafakharuna kadibo be farno tira hakkude mabbe to o mahi burni o pusa kurna pura je oya wayatafawaluna bi qusurihim be dandattira ha tawnugo nyibaloji mabbe imma be tawnugo nyibaloji man wada dum etage ji walla bo be fecin go chalaje man de mara jageji fere fere de mara mebleji dume ko nandi mas'ala bani walla go hitande fu sanjan ko mari ha sudum wa nahwa dhalika mimma huwa fi almudun yani al-ghulu fi zina be tare ha jage ko nandi mas'ala ji bani o wi wa hadha huwa waqi'una al-an wa mushahad to non yake men woni non ngede ten jotta o wi idan ko alamaji dalgal di ngadi en don nana ma yusabu ba'dhu al-ummahat ko yoga dadira be ngidata min huquqi awladihim dum bikkon mabbe kon be mbawino wahanan ala wahanin wa hamduhu wa fisalu fi amaini bawo man dada man ditto man mauna banta hore mum nanantadum wa kadhalika waliduhu alaysa kadhalika ada hadath wa yahduth fa'adana allah jalla wa ala enon bo fagga go jawlen daddatir go ha nyibaloji farnotir go do dunya wa hadha yadullu ala anna an-nas yatrukuna al-ilm dono no sappo do bibbe adama en jofan andal dina kakilanta andal dina fa bittali foti be paggoro jawle ko gallabi to ko essentiel ngam o do mari wadi kanko bo se o heba o mara hada dalla ala maji goddi dal nabi je sappi hadisa je goddi fere zuhurul jahl wongo go jahilare be togo mare be sankita go mare akude himbe enon bo bi adama wala ko yali do mo hebi jawdi min halalin aw min haram la yubali wala ko yali mo gantoy jawdi nasirza nastirta hel jungo mako e non bo famdi tibgo do tanago Allah ha jangugo famgo dina dum man bo dum hoyta bibbe adam en fanas yuriduna anil ilm yuriduna an ta'allumi alilm to dum man do pat dum do sappo do yakeji kalludi nyifandi annora ha zamanuji keddandi be dargal jomira woren en her kala sharriji fu bawo man ori be jodi falabi famada ujilli falabithna maliyan ay fatratan min az-zaman fatra her zamanu faqala annabi juwiya umar atadri man is-sa'il qultu wallahu wa rasulu alam sheikh wadi tanbih do lafzat wallahu wa rasulu alam do o yimbe fere famar be ha jangu bodo chattina foti be mbiya yo daga ta ko juttai go wallahu wa rasulu alam na annabi jama'i wa hada laysa bi sahih hada sheikh yuallimuna ya ikhwani anna wala ulama kibar يعلمون ويرون بعض الاخطاء المنتشره بقوه النبي جكم عندك والتجنب هذا كم لا تقول الله ورسوله الله ورسوله هذا في 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 التقدير ها هدرغو وفي امور الكون ها كوج كذا لا تتو ني ودان جانغو واني ماين واني 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 ني الله هدرني النبي جو عند هذا كم تا هوتن الله بالنبي جو هذا نبه اهل العلم هذه المساله يا اخوان اما اندل قال الله انني النبي جكم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم منا ليس كذلك قام اندل قال كابتن من فرق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهو واسطه بيننا وبين ربنا في تبليغ دين ربنا النبي جو واسطه كل من بالله يوتنن غين دين جمرا ومن فهو اعلم منا بدين بل كل علم علمناه او عرفناه او تعلمناه فهو من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من بركة ما علمه ربنا جل جلاله وعظم السلطان ومن غير جاء الله شنو أندني من قام وأندني سراب ولا كلبتي وأندني نايب فقد امتثل بقول ربه بلغ ما أنزل إليك
من ربك فقد قال لأصحابه ألا هل بلغت فقالوا نعم قال اللهم اشهد فهذا دينه كامل تام باق بين أيدينا تدليل من أريد إذا سئلت عن أمر ديني فأيما ما هن لا رند الدين عندك دمن كشروط الصلاة وأركان الحج وواجبات الحج ماذا لن أريد لك أن تقول الله ورسوله أعلم دعوت بيا ألا بين لا أمورة النبوة حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبا وما يقول النبي لا كما يظن بعض الناس نابنا يوغا يم إنجكتا أن قول الله ورسوله أعلم خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنك كبنين بتفسير أنهم دوبنين إبيانا أنه هيرا بينجينا مع النبي جو أوي لأنك لم تعلم شيئا من الدين إلا بعد أن علمه النبي عليه الصلاة والسلام نعم النبي جو ولا هند لأنه دين جبتا الدين رسي النبي جو أرتبين ويعلم ذلك صلى الله عليه وسلم تعبي ولو أني مسألة من ولا بالله مسألة من لا رميها لكوجة كدروجي إنما نتلك بالحلال والحرام وبما أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لك أن تقول الله ورسوله أعلم ذلك وشيخي توضيحا للمسألة ولكن في الشؤون الدنيوية هكوجة في الدنيا هل وقع اليوم كذا ما أخبار اليوم هل نزل المطر في الجهة الشرقية أو الوسطى ومواجه هندي ويكبر هندي ديان تقدم ها قلجية فونا جنا ولا قلجية كذا تبجمي ما عندكم تقول الله أعلم فقط ميا ألا بورة أنه وتيمت أن تقدم تيمت ألا وان أني تلم تقدم ليس لك أن تقول الله ورسوله هذا وكذا دقتاكم ميا الله ورسوله لأن أمور كونية هذه هذا علم خاص لله وأن الكرة قلب ألا هاكو لا تطو النبي جنا واصد أكونه لو ألا أن وهيركيني هو نفس ماكو بألا المن وأن دينين قلتنا ماكو إن نين عن جميمو أخبرني عن نساء ماذا قال قال لا يعلم متى تقوم الساعة لأن هذا العلم خاص بالله جل وعلا بيا در بيا ديم تبي قال كزانا ولا تبي هذا وكم لم تبي ألا أني قلتو كم لم تبي ألا أني بيتا ولا نانا أما بيتا ألا بأن بيجو لا لأن هذا شرك لأن بجولان وأنرى ما يحدث في الكون هذا علم خاص بالله جل جلاله وعظم سلطانه هذا علم خاص بالله يجب أن نفرق بين الأمور الدنيوية الدينية وشؤون الدنيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أتدري من السائل قلنا الله ورسوله عالم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم شيخ أمان الجامع لهن أموي ما أعظم هذا الدين دين الركموني الذي الدين الذي بعث به خاتم النبيين ثم يرسل جبريل الذي اصطفاه من الملائكة رسولا ليعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكرمهم هذا الإكرام يعلمهم بهذه الطريقة أتاكم يعلمكم أمر دينكم ومن الدين تلمك كألا نبي النبي جرق ريجو بماك ألا صفت ملائكة تبجل قلدن ملائكة إنهم فتبجل ألا يرئم ونلال ورو جول يسو النبي جو أندنا أمة تور النبي جول دنيل بماك صاب وينماك أندنا به دينك وكفوماك لا شك وهذا كرم من الله ورمشاه تبجل ألا تبجل أمة تور ليلو وأندني به بهذه الطريقة وما في بوليد ماكو بكونغول ماكو أتاكم يعلمكم أمر دينكم وبهذا الحديث يا إخواني نأتي إلى ختام الحديث على الأصل الثاني من الأصول الثلاثة بحديث ونقول له شيخ ما في بوليد أصل والإذا بولدر أصل الدين وهو معرفة الدين الإسلامي بالأدلة والآن معنا الكلام يستمر في الأصل الثالث أصلي والتتبل نر أصلي جي إلى يواجب دوكال الجندفو سي أنني ونشفت رفا إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ولنا بني فقل أبي معرفة العبد ربه إن جني والحمد لله ودينه الحمد لله قد قرأنا كذلك وبالأدلة ربه ودينه والآن
ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخواني أهمية هذه الرسالة الصغيرة والقصيرة. جئي لبوت دفتر قمر دليل وأنني أصلي جدتي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. هذا هو علم الشرعي. لو كان قالوني أن الشريعة بيستعمل هادفتي لتلي بوارثي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف.